take this outside, outside. Hey. Looking at the stars, staring with my mouth wide. Yeah. زبدة زبدة. والله حاجة زي القمر، يعني حاجة من الآخر دي بقى لما تخلص تبقى قمر. دي بقى الجريمة، دي بقى الجريمة. ها تقولوش لحد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ سيف عادل، بابل كلتشر، نفس الاسطمبة اللي بنقولها كل مرة. النهاردة فلوج جديد وفول داي اوف ايتنج، الاسبوع السابع في التنشيف. وزنت نفسي وشربت القهوة قبل ما اعمل الفيديو، لان انا بصراحة مكنتش قادر. وزني النهاردة نازل 1 باوند من الاسبوع اللي فات، 1 باوند يعني حوالي نص كيلو من الاسبوع اللي فات. يعني انا باقيين من نص كيلو لكيلو الا ربع، فده كويس قوي. وعملت الفطار هوريكم كده، حطيت لكم في اول الفيديو وانا بعمل البيض وكان في وافلز. هوريكم دلوقتي الفطار، اقول لكم الفطار ده انا بقالي حوالي اسبوعين باكله ثابت ما بيتغيرش. صراحه مش ناوي اغيره لانه طعمه حلو، وبحس ان انا فايق، بحس ان انا قادر اتمرن كويس. واللي ما يعرفنيش كان عارف ان انا ساعات بصحى اتمرن على طول، او ساعات باكل بالليل كتير واتمرن على طول. بس انا غيرت الموضوع ده لان انا لقيت ان مفيش انرجي، كمان مع الكالوريز القليله ببقى ساعات بالليل جعان، فبصحى جعان فببقى محتاج اكل. ف ده الفطار، دول ثلاث بيضات عاملهم بالزبده مش بالزيت. وده اللي انا يا جماعه حابب اقوله لكم، ان اصلا الكالوريز اللي في الزبده زي الكالوريز اللي في الزيت، يعني 5 جرام زبده زي ال 5 جرام في الزيت. طبعا بتفرق لو حد عنده كوليسترول او كده، بس الحمد لله انا ما عنديش. والحاجه الثانيه دي وافل، دي وافل انا جايبها جاهزه من مترو عشان اللي عاملها، وحطت عليها حوالي 25 جرام عسل. الوافل دي فيها 200 كالوري، فالكالوريز بتاعتها يعني لو انا اكلت 50 جرام شوفان هيبقى فيهم 150 كالوري، فما احط اللبن وبتاع هيبقى 200. فبالنسبه لي هي 25 جرام عسل، 3 بيضات كاملين، و5 جرام زبده. هاكل الوجبه دي بعد كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. بصراحه ما خططتش اي حاجه او ما اعرفش اي حاجه، بس تعالوا نشوف. بصوا يا جدعان بقى، ده ايه؟ ازاي تاكل الوافل؟ ماسكها كده، طبعا انا مش هوريكم انا ماسكها ازاي. من الاخر. طب يا جماعه انا جبت القهوه دي امريكان كوفي من تي بي اس جنب الجيم. بصوا الكوبايه قد ايه اصلا، فانا هخلص بميل القهوه ده وبعد كده اروح الجيم في 3 2 1. يلا استنى خدني بالدراع الجامد. طب بقى لو ده تيشيرت ايفولف ده هيزود لي 5 كيلو عضل. 10 كيلو بقى نعمل مكسرات ايفولف، ده هيزود كذا سنتي عضل. خلي عندنا النهارده شيف هتمرني ايه؟ شمرونك يا عم انت اللي هتمرني قبل ما يكون كابتن سيف. خش سكوارس 10 في 10. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. طب سلام بقى يا جدعان. سلام. انا ماشي بقى. سلام. انا مروح. انت بتعمل ايه؟ قاعد ماشي بقى. بص كده عادي ماشي. اقسم بالله خدت ايه ده؟ يا اسطى شفت يا اسطى انت صاحبتك كانت مريحه على رجلك ولا ايه؟ حصل. واضح ان هي ريحت اكتر من مره يا اسطى. كده خلاص جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا.
طب يا جماعة احنا خلصنا الجيم وبص سيف يا جماعة وش عامل ازاي؟ وش سيف سيف مش قادر ضايع وكالعادة طبعا سيف بيأكلني للفيديو الخمسين دول 100 جرام فراخ و 200 جرام بطاطس مهروسة هحسب لسه الماكوز بتاعتهم واحطهم على الشاشة المهم ان احنا هناكل الكلام ده والله ما قادر يا جماعة المهم ان انا هاكل الكلام ده دلوقتي بعد كده هنشوف هنعمل ايه يلا بينا طب يا جماعة أنا خلصت مع سيف ونزلت مع الشباب جيمي عبد العظيم ودي نص فرخة ومعاها نص رغيف عيش فهاكل الكلام ده وكده هنعمل شوية مشاوي وكده ونشوف بقى هناكل ايه ودي يا جماعة بروتين بار بالزبدة الزيتون السوداني بصوا يا جماعة المول عامل ازاي يعني حاجة في منتهى الكورونيلا والله فأنا هاكل البروتين بار دي بعد كده هنعمل ايه يا عبد العظيم طب هناكل البتاع دي وانا مش عارف صعب بقالي كام كل انا كان بقالي 1200 كلت النص فرخه وكلت البروتين بار شوف بقى دلوقتي هنعمل ايه اهم حاجه بقى يا جماعه ايه القهوه بصوا دي كوبايه المدمن زي الكوبايه بتاعت الصبح بالظبط يعني دي كوبايه كده كبيره دي كوبايه كبيره الصبح كوبايه كبيره وده واحد زيي ولا بيترك كالوريز ولا اي حاجه بني ادم طبيعي بتاكل كام كالوري في اليوم باكل 2500 في اليوم مين انت مش بتاع 2500 من الاخر بص يا جماعه هو ده بقى يعني ايه دي الحب النفسيه ده الفرق ما بين الراجل الملتزم فعلا الراجل الملتزم اهو الراجل الاتشيفر اهو والراجل المؤمن ازاي اهو يعني بصوا يا جماعه والله بصوا يعني بصوا انا مقاومي اهو تضحيات والله يا جماعه تضحيات طب يا جماعه دي اخر حاجه انا هاكلها دول 100 جرام لحمه ما لقيتش سورس بروتين تاني غير انا فاضل لي حوالي 220 كالوري دول فيهم حوالي 240 كالوري بس انا هاكل دول واللي انا هعمله ان انا هاكل دول وانا كده مش هكون جبت بروتين اليوم كله هيبقى سايب 10 جرام او حاجه بس مش مشكله وزي ما انتوا شايفين يا جماعه التمرينه كانت تمرينه كويسه جدا سيف شال 250 كيلو ديد ليفت انا شلت 200 كيلو 6 عدات دي تقريبا تجي خليني اكون شايل من 245 ل 250 كيلو ديد ليفت كونفنشنال انا الديد ليفت بتاعتي بتبقى سومو فا اي جس او انا اظن ان انا هشيل اكتر بكتير جدا في السومو لما ارجع تاني احول سومو
وده كان ملخص كده اليوم والاكلات. معلش بقى لو كان في دوشه في النص عشان كنت في مول وزحمه وكده. وزي ما انتم شايفين انا حبيت ان انا اوريكم الفيديو ده عشان اوريكم ان انت ممكن تخس وطاقتك او قوتك ما تقلش، انت ممكن تزيد قوتك بس تكون ذكي في اللي انت بتعمله في التمرين. يعني زي ما انت شفتوا انا ما بلعبش عده او عدتين او ثلاثه، انا بلعب عدات اكبر شويه بس بحاول ان انا بروجرس فيهم، بحاول ان انا ازود اوزاني فيهم عشان ده البرينج اللي انا هقدر العب بيه دلوقتي. ان شاء الله الجزء الجديد او البلوك الجديد او الشهر الجديد من التمرين تكون عدتها اقل شويه. ف اسبوع معايا ويلا نشوف. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشيروا يا جماعه تشانل مع اصحابكوا، عايزين نوصل 1000 سبسكرايبر قبل 31/12. السلام عليكم.